بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48. المستمع أبو حياة المقيم بتبوك يقول: رجل تزوج من فتاة وقد دفع لها مهرا من مال جمعه بطريقة غير مشروعة، وقد أنجبت منه زوجته الآن، فما الحكم في هذا الزواج وفي الذرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه يجب على المسلم أن يقتصر في الكسب على ما أحل الله له من الرزق الحلال الذي يستعين به على طاعة الله وعلى مصالحه الدنيوية والأخروية، فإن الكسب الحلال كسب مبارك وآثاره حميدة على المسلم إن تصدق منه وإن أنفق منه على نفسه وأقاربه وإن تزوج منه وإن ورثه لمن خلفه، فله في ذلك أجر عظيم. وأن يبتعد عن الكسب المحرم والكسب الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الكسب المحرم آثاره سيئة على الإنسان، وهو آثام على كاسبه في الدنيا والآخرة. والسائل يذكر أنه اكتسب كسبا محرما وتزوج منه، لا شك أنه يأثم بذلك وأنه فعل محرما، ولكنه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما حصل وعزم ألا يعود إلى مثل هذا وتاب توبة صحيحة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. زواجه صحيح، نعم، ولكنه يأثم على ما بذل فيه من المال المحرم. فإن كان هذا المال المحرم مغصوبا أو مأخوذا بغير حق من أهله، فيجب عليه أن يرد عليهم بدله، يرد على من أخذه منهم بغير حق، يرد عليهم بدله مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا من شروط التوبة أيضا، رد المظالم إلى أهلها. من شروط التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها. فإذا كان هذا المال الذي استحصل عليه وتزوج منه مالا مغصوبا، فإنه يرد بدله، وإن كان باقيا مع الزوجة فإنه يرده، يأخذه منها ويرده، ولها مهر المثل. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا وبعد ذلك أعادها أبوها إليه وعاش معا بعد ذلك وأنجبت له ولدين، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ هذا السؤال فيه إجمال. نعم، إن كان الطلاق ثلاثا متفرقة فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطلقها الزوج الثاني، فيتزوجها الزوج الأول بعقد جديد، يطلقها أيضا برضاه. في شك أنه يطلقها باختياره. نعم. أما إذا كان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فإذا كان أحد أفتاه باسترجاعها واسترجعها فلا بأس عليه في ذلك. والحاصل أنه نرى له أن يراجع القاضي أو يراجع المفتي المعتمد في جهته ويذكر له تفاصيل ما وقع، وسيجد إن شاء الله الحل الصحيح. نعم. نعم. له سؤال أخير يقول: أرغب في الزواج من فتاة ولكن شقيقي قد رضع مع أختها، فهل يجوز لي ذلك؟ لا مانع أن تتزوج بأخت أخيك من الرضاع. نعم، ما دمت أنت لم ترضع من أمها فإنها لا تحرم عليك، ولو كانت أختا لأخيك من جهة الرضاعة. نعم، ما دام أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك، نعم، فإنه لا يحرم عليك أن تتزوجها أو تتزوج أختها. إنما تحرم على أخيه فقط الذي رضع معها. إنما تحرم على أخيك بنات مرضعته. نعم، كل بنات مرضعته تحرم عليه، أما أنت فلا علاقة لك بذلك. نعم. نعم. هذه السائلة حصة الأسمري من جدة، تقول إنها امرأة متزوجة منذ 15 عاما ولها 6 أطفال، وبعد هذه المدة علمت أنها رضعت مع أخت زوجها لأبيه، وقد سمعت حديثا في هذا المعنى يقول في مثل هذه الحالة: إن اللبن للأب. تقول: فإذا كان الأمر كذلك فماذا علينا أن نفعل الآن، وماذا عن أولادنا؟
ثم إنها قد أخبرت زوجها بذلك فلم يهتم لذلك الأمر، فما الحكم في هذا الموضوع؟ نعم، اللبن للأب كما ذكرت، هذه قضية لبن الفحل مسألة مشهورة بين أهل العلم، والصحيح أنها يثبت بها التحريم. نعم. فإذا رضعت من إحدى زوجات شخص فإن أولاد هذا الشخص، فإن أبناء هذا الشخص يحرم عليها التزوج بهم، سواء رضعت من أم الشخص أو من زوجة أبيه. لكن القضية المذكورة ما دام العقد قد تم، حصل الزواج، فالأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح حتى يثبت وجود الرضاع المحرم، وهو 5 رضعات معلومات. فإذا ثبت أنها رضعت من زوجتي من إحدى زوجات أبي زوجها 5 رضعات معلومات، فإنه يجب التفريق بينهما وتحرم عليه، وما مضى يكون نكاح شبهة والأولاد يلحقون به. أما ما دام مجرد خبر أن هناك رضاع ولا يعلم كيفية هذا الرضاع وعدد هذا الرضاع، فالأصل بقاء النكاح، فهي زوجته ما لم يثبت الرضاع المحرم. نعم. على هذا يعني متى تأكدوا أن الرضاع كان رضاعا شرعيا؟ 5 رضاعات فأكثر وفي الحولين. نعم. فيجب أن يفترقا. نعم. والأولاد شرعيون بالنسبة لهم، وما مضى يكون نكاح شبهة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع حسين أمين إبراهيم، مصري مقيم بالقصيم، يقول في سؤاله الأول في رسالته، يقول الله تعالى في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول: في أي شيء كانت خيانتهما؟ أولا، هذه الآية الكريمة مثل ضربه الله لمخالطة الكافر للمسلم، وأن الكافر لا ينفعه مخالطة المسلم ما دام أنه لم يدخل في الإسلام، فإنه في يوم القيامة يكون في النار، ولا تنفعه معاشرته للمسلم ومخالطته للمسلم وإن توثقت الصداقة والعلاقة. نعم. لأنه ليس بمسلم. أما الخيانة التي حصلت من امرأة نوح وامرأة لوط فهي خيانة الملة، لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين، فخانتاهما في الدين حيث لم تدخلا في دين زوجيهما، هذا يعتبر خيانة، وليس خيانة عرض، لأن فرش الأنبياء معصومة عليهم الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتزوج نبي بامرأة خائنة في عرضها، لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من ذلك، وفرشهم معصومة. فالمراد هنا بالخيانة خيانة الدين. وقيل إن خيانتهما أن امرأة نوح كانت تخبر الكفار بأسرار نوح عليه الصلاة والسلام، وتصفه بأنه مجنون، وخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط ليفعلوا بهم الفاحشة، فهما خائنتان للأمانة التي بينهما وبين زوجيهما من ناحية حفظ السر وعدم الدلالة على ما عندهما من الأسرار ومن الأضياف وغير ذلك. فهذا هو نوع الخيانة الواقعة، والحاصل أن هذه الخيانة ليست خيانة في العرض، بل هي إما خيانة في الدين وإما خيانة في عدم حفظ الأسرار. نعم. والخيانة الثانية التي هي الخيانة في عدم حفظ الأسرار مردها إلى خيانتهما في الدين. في الدين. نعم. السبب في هذا أنهما ليست على دينهما. نعم. نعم. السؤال الثاني يقول الله تعالى أيضا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول: ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية ذكر جحد الكافر للبعث. قبلها قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الكافر يجحد البعث ويكفر به ويستبعد أن يعيد الله العظام بعدما تفتتت وضاعت في الأرض وصارت ترابا، يستبعد قدرة الله على إعادتها مرة ثانية، وهذا من جهله. والدليل على قدرة الله تعالى مرتكز فيه هو، في هذا الإنسان لو تأمل، فإن الذي قدر على خلقه أول مرة من نطفة وهو الماء المهين أي الماء الضعيف
الذي قدر على أن يخلق من هذا الماء الضعيف إنسانا قويا قادر على إعادته من باب أولى، فإن من قدر على البداءة على البداءة فهو قادر على الإعادة من باب أولى، فهو يجحد آية فيه وينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة العظام وهي رميم وإحيائها مرة ثانية. ولهذا قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإذا كان أنشأها أول مرة بعد أن لم تكن فهو قادر على إعادتها من باب أولى. إذن الفاعل هنا في ضرب لنا مثلا هو نفس الكافر، نفس الكافر ونسي خلقه، أيضا الضمير هنا يعود إلى الكافر، إلى الكافر نفسه. يعني نسي خلق بدنه وصورته، نسي إيجاده، إيجاده من العدم. السؤال الثالث يقول هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من جسد المحتضر أو عند إدخاله القبر؟ أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه ولا يضيق عليه، بل يلقنها برفق. التشهد فقط، لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تلقى عليه برفق. نعم. وأما عند الدفن قد ورد أنه عند وضع الميت في القبر يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله كما رواه الإمام أحمد وغيره. أما أن يقال دعاء عند الاحتضار هذا لم يرد غير تلقين الميت لا إله إلا الله. ولا أيضا عند إدخاله ولا عند إدخاله القبر غير بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا أدعية أخرى ولا قراءة فاتحة ولا قراءة. شيء مما يفعل. كل هذا ما لم يثبت في السنة فهو بدعة. السؤال الرابع يقول ماذا يجب فعله على من تزوج امرأة أبيه علما أن لها منه أولادا؟ الله تعالى حرم زواج امرأة الأب، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فمن استحل هذا كفر وارتد عن دين الإسلام، أما إذا فعله عن جهل ولم يستحله فهذا مخطئ خطأ كبيرا، والنكاح هذا باطل ويجب التفريق بينهما على الفور، يجب التفريق بينهما على الفور، ويجب أن يغلظ عليه في هذا الشيء هذا الشأن. والأولاد شرعيون في هذه الناحية؟ الأولاد إذا كان مثلا عن جهل تزوجها عن جهل، تزوجها عن جهل ولم يتعمد هذا الشيء يكونون شرعيين، لأن هذا بشبهة أما إذا كان والعياذ بالله متعمد هذا الشيء فهذا باطل والنكاح باطل. له سؤال أخير يقول فيه هل غسل أو مسح الرقبة من فروض أو من سنن الوضوء أم لا؟ ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء ولا من فروضه، لأن الله سبحانه وتعالى عين الأعضاء المغسولة والممسوحة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالذي يمسح هو الرؤوس فقط دون العنق، ولم يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، فمسحه يكون من البدع. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أحمد عبد الله كباس من اليمن صنعاء، يقول الله تعالى في محكم التنزيل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما معنى هذه الآية وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام وما هو؟ الدين ثلاث مراتب، الأولى الإسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى منها أعلى من الإيمان الإحسان، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مرتبة، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وقد ذكرها مرتبة مبتدئا بالأدنى ثم ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه. فالأعراب لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخولهم في الإسلام ادعوا لأنفسهم مرتبة لم يبلغوها، جاءوا مسلمين وادعوا مرتبة الإيمان وهي مرتبة لم يبلغوها بعد،
ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم في أول أمرهم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وإن كان عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف أو إيمان قليل. ويستفاد من قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه سيدخل في المستقبل، وليسوا كفارا أو منافقين، بل هم مسلمون ومعهم شيء من الإيمان لكنه قليل، لم يستحقوا به أن يسموا مؤمنين، ولكنهم سيتمكن الإيمان في قلوبهم فيما بعد لقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. والإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا، فصار للإسلام معنى خاص وللإيمان معنى خاص، كما في حديث جبريل عليه السلام فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإسلام هو الانقياد الظاهري والإيمان هو الانقياد الباطني، هذا إذا ذكر جميعا. أما إذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل أحدهما في الآخر، إذا ذكر الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، الإسلام أعم من الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام. ولهذا يقول أهل العلم إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجوارح، عمل بالأركان. نعم، عمل بالأركان، قول باللسان وعمل بالجنان وتصديق بالجنان. نعم. يعني بالقلب. نعم. ويدخل فيه بهذا التعريف، يدخل فيه الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، يكون قولا باللسان وعملا بالأركان وتصديقا بالجنان ويدخل فيه الإسلام. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه، ولكن هذه التركة أكثرها مغتصبة، فهل ينتفع منها هذا الولد وإثمها على أبيه، أم يعيدها إلى أهلها وتبرأ ذمة أبيه منها، أم كيف يتصرف بها؟ التركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها فإنه يجب عليه أن يردها إليه، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث عن أبيهم وهم والورثة يعلمون أنها مغتصبة وأهلها موجودون، ردونها عليهم. نعم. وإن كان أهلها غير موجودين وهم يعلمون أنها مغتصبة أو غير معروفين فإنهم يتصدقون بها يكون أجرها لأصحابها. نعم. حتى لو كانوا بحاجة ماسة إليها في مثل هذا يراجعون القاضي، إذا رأى مثلا أنهم فقراء ومحتاجون وهي سبيلها الصدقة يراجعون القاضي يتحقق من شأنهم. نعم. إذا فعلوا ذلك وتصدقوا بها هل تبرأ ذمة أبيهم منها؟ الله أعلم. تنفع هذه الصدقة؟ هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم. نعم. ومات وهو لم يتب من هذه المظلمة، فهذا يفوض أمره إلى الله عز وجل، لكن إذا تصدق بها يسلم الورثة من شرها. نعم. نعم. ويكون أجرها لأصحابها. نعم. هذا سؤال من المستمع أبو حازم من العراق الموصل جدا، ومع ذلك فلم يستفد من علمه شيئا، حيث أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كلها تنص على أن مثل هذا الإنسان ذو حظ عاثر، ترى ما العمل، وأنا ابنه في العشرين من عمري ومنذ سنوات وبشتى الطرق حاولت إقناعه بأن الناس في القرية يريدونه في المسجد ليصلي معهم أو بهم، لكنه يتغافل ويتكاسل عن أداء هذا الحق الإلهي ويردد قائلا إن أكثر المصلين هذا الزمان فجار ومنافقون. والآن يقول لي بعض الرجال: إذا مات أبوك فمن سيغسله ويصلي عليه وهو على هذه الحال؟ أرشدوني إلى ما يجب علي نحو والدي هذا، وما الحكم فيه إن مات على هذه الحالة؟ هذا المذكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بأحكام الدين، هذا ضال والعياذ بالله، وضلاله بين إذا كان لا يصلي
يترك الصلاة متعمدا، ترك الصلاة متعمدا كفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها، أما إذا كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. الحاصل أن هذا الذي ذكر السائل أنه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر، إن كان يجحد وجوب الصلاة ويرى أنها غير واجبة هذا كفره لا شك فيه، وإن كان مقرا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا فهذا على خلاف بين أهل العلم والصحيح القول بكفره. ولكن واجبك أيها الإبن أن تناصحه وألا تيأس من هدايته، لعل الله أن يهديه على يديك، فكرر النصيحة معه ولعل الله أن يهديه، فإن رأيت منه إصرارا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك أن تفارقه وأن تعتزله، ولا مانع أن تحسن إليه بما يحتاجه من النفقة والإحسان الدنيوي، لا ما بل يجب عليك أن تحسن إليه والصلة معه، لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة والإلحاح عليه لعل الله أن يهديه. أما قضية إذا مات على هذه الحالة وهو كافر والعياذ بالله، فالمسلم لا يتولى الكافر وإنما يتولاه أقاربه الكفار، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فيتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار، وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدا عن مقبرة المسلمين، يوارى بالتراب ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين، من باب المواراة لجثته لئلا يتأذى بها الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب فيجب أن يوارى ولا يكون هذا في مقابر المسلمين. جزاكم الله خير.